السلام عليكم جميعا أزول إمارة يكمثنا في السمثنخ. تحية للجميع متتبعين موقع حراك الريف بودكاستر بدون مقدمة. اليوم الحلقة الثانية غادي نستضفوا فنان الشعب الزريدي عبد اللطيف. غتكون الدردشة حول المثقفين والدور ديالهم واللمس ديالهم للواقع اللي كيعيشوا المجتمع والطبقة طبقة ديال المجتمع المغربي كافة، واش كيدافعوا على الحقوق نيشان ولا غير كيستغلوا هاد المعاناة ديال المغاربة. السلام عليكم خويا الزريدي، مرحبا بك. وعليكم السلام سي محمد، شكرا على الاستضافة. مرحبا خويا، انت واحد فنان الشعب كلشي كيعرفوك، كتنظر بواحد الطريقة أخرى كاريكاتور، عندك واحد انت كتلعب الكل في الكل، ربما كدير شي حوايج مزيانين كلشي الناس في العالم كيتبعوها. تحياتي لك، مرحبا خويا الزريدي. تحية نضالية جميع الأحرار. تحية نضالية. كيفاش كتعيش في هذا الحجر الصحي خاصة مع فيروس كورونا؟ احنا راه في اخبارك، احنا راه مولفين الحجر من هذه شحال، ماشي شي حاجه جديده. الظروف الماديه ديالنا وسير حاكمه علينا بشويه ديال الحجر، ماشي مشكل. حنا مولفين هذا النوع من المعاناه، ولكن كنعيشوه بواحد الشكل اننا متواصلين في جميع الحالات مع الاخوان ديالنا في المغرب، يعني عن كتاب، وكنتبادلوا معاهم المعاناه ديالهم. هذوك الناس هما اللي كيعيشوا المعاناه في الحقيقه، ماشي حنا. اما حتى ما عندناش منين تشكاو. كتبع القضيه ديال الحجر الصحي في المغرب، وكما هو معروف اخويا الزريدي ان حاليا ما كاينش لا مجتمع مدني لا جمعيات لا مسائل توعويه، كاين الداخليه بوحدها والاعلام ديالها. تقدر توضح لنا هذا الشيء اكثر؟ وهذه ماشي الصوره، هذه ماشي جديده، هذا هو نظام بوليسي ديكتاتوري من هذه شحال، ما كاينش شي حاجه جديده. كاع داك المؤسسات اللي والجمعيات وداك البرلمان كلهم هذوك غير فيترينا داير هذاك النظام، يعني الملكيه داك العصابه داير هذاك الفيترينا باش بها كتبيع وتشري قدام العالم بعشرية. رحنا عندنا مؤسسات، عندنا ديمقراطية، عندنا منظمة حقوق الإنسان، وما ما عندهم والو. داك الشيء كل شيء غير كما كنقولوا في شمال البيستا. هادشي انت كما كتعرف اخويا الزريدي، بزاف ديال المظاهرات في المغرب كامل كيخرجوا انهم ما طالبينش بزاف، طالبين الصحة والتعليم والمرافق والتجهيزات الرياضيه والبنيه التحتيه، ولحد الان ما كاينش. واش انت كتشوف عندنا مثلا المراكز الصحيه في المغرب؟ ودابا الناس كيطالبوا غير بالخبز سي محمد، غير بالخبز. دابا راه ولاو الناس ولاو جوع علينا الشعب واحد الشكل، يعني طيحوا يعني الحضيض، ماشي عاد خاصو المرافق الرياضيه. الناس كتطالب غير بمسائل الاساسيه، هي الخبز والصحه كما قلتي، والمستشفيات راه كنعرفوها ما كاين والو. راه داكشي علاش هو اعتقل الناس، الناس ديال الريف ولا ديال هادشي، علاش هادشي اللي كانوا كيطالبوا به، مستشفيات، مسائل يعني اللي خصها تكون هذه 50 عام ولا 60 عام خصها تكون وميم اكثر. وهاد المسائل هذه كتبين لك الى اي درجه احنا متخلفين. وانا كنقول انا هاد الناس هادو ما خصناش مازال عاد نطالبوا لهم بشي حاجه. هادو عصابه ديال المجرمين، هادو خصهم يمشيو بحالهم. الشعب خصو يفهم هاد المسألة هادي. واخا القضية ديال الشعب، أنا شفت بزاف ديال الشعب أنه كيطبل حاليا السلطة ديال الدولة، شفت بزاف ديال التدوينات وناس كيطبلوا. راه كنشكروا العميل، كنشكروا هنا. وبو هادوك الناس هادوك ما تنساش أنهم هادوك دي فو بروفيل، هادوك يعني مزيفين، أشخاص مزيفين ومشريين. هادوك الناس يعني كما كنقولوا كاينه شرائح وتاني حتى هي كتبعهم. وهاد الشرائح هادي راه صنعتها العصابة الملكية عبر التاريخ، بالجهل، بالتفقير، راك عارف هادوك الناس هادوك اللي عبيد مسيرين، يعني الناس ما كيعرفوا شيء، ما واعيين شيء. وكاينين حتى في اوروبا مثلا للاسف. المواكبه ديال الاعلام الفيروس كورونا في المغرب،
شنو كتشوف الاعلام والتفاعل ديالو مع هاد كورونا ولا التوعيه بالمخاطر ديال كورونا؟ والاعلام ديالو هو كالعاده اخطبوطي يعني مزياف، يعني لا لاحظتي فيما كيعقبوا بشي عمليه هكا كيخرجوا بالكاميرات وكان داك الشيء معمول ماشي باش يقوموا، الا عطاو شي قفه ديال المساعده كيديروها بالكاميرا. هذا دليل على انهم ما كيقوموش بالعمل من اجل العمل او من اجل التنميه او من اجل العمل الخير، بينما من اجل السينما هما كيخدموا بالسينما بزاف. هذوك الناس السينما بهلوانيين، هادي دي كوميديان، اي حاجه كيديروها كيخصوا لها باش كيبينوا داك الشيء للدول ديال الاسياد ديالهم اللي حاطينهم تما. اللي ما تنساوش انهم ما هما الا بياضيق في يد القوى الامبرياليه وحطاهم تما كاينه وما كينفذوا التعليمات ديالها، وخصهم يبينوا لهم هادونا راه انتم كتشوفوا راه حنا كنفذوا التعليمات ديالكم، عندنا كالبوليس هو كيصرف عباد الله، هو كيضربها وكيركل تعسفات، يعني عصر وسيطيه. وهاد المسائل هذه يعني كانت مقرفه، الناس ما عندهم شيء ورا بلا ما. المهم الصور راه كتهضر على راسها، الصور والفيديوهات كيعبروا على الواقع اللي كيعيشوه الاخوان ديالنا. الزريدي، الا مشينا للمغرب العميق ولا المغرب غير النافع اللي ما كيوصلوش هذا الاعلام واخا ديال المخزن، هاد الناس ما عارفينش كيفاش كيعيشوا دابا مع الحجر الصحي، شنو كياكلوا شنو كيشربوا. شنو تقدر تخيل ليا الا مشينا مثلا للجبال ديال الاطلس عند الشلوح، ولا مشينا للصحراء الشرقيه، مشينا للنواحي ديال فيقيق، هاد الناس كيفاش غتخيلهم هاد الناس كيعيشوا دابا في الحجر الصحي؟ هادوك الناس وصلتني عليهم اخبار مؤخرا انهم وصلوا لواحد الحاله الناس فيهم الجوع، ومع عاده ديما فيهم الجوع، ما عندهم حتى شي حاجه تما، وبالك مع الظروف هذه الحاليه. هذوك الناس راه وصلوا الى يعني وصلوا للحدود ديال الثوره، راه جايه الثوره ديال الجياع ما فيهاش. وانا قالوا لي شي ناس يعني من تما من مناطق من ديك المناطق عبر الفيسبوك، خبروني ان الجنوب ولا الشرقي ولا كل شيء، بالاخص الاطلس تفراوت وداك النواحي كلها، هاد الناس هادو راه وصلوا لواحد الدرجه انهم بداو كيتحداو داك السلطات القمعيه، انهم ولاو كيبزقوا على داك القايد ولا كيبزقوا على داك المقدم، ولا يعني الناس يعني كيدافعوا عن طريق على راسهم بالبصق، يعني الا كان شي فيروس يعني كيعرفوا باللي الناس كتخاف من الفيروس، دابا هذا هو السلاح اللي ولا عنده. الزريد كنشوفوا بزاف ديال الناس انهم كيعيش بالخدمه اللي كيخدم، ربما داك اللي كيبيع داك الشيء القديم في الجوطيه ولا كذا كيجيب مثلا 20 درهم ولا 30 درهم ولا 40 درهم هي باش كيعيش، ودابا ما كيدير والو. هاد الناس باش غيقدروا يعيشوا، باش يقدروا ياكلوا، باش يشربوا؟ وشفنا بعض الحوايج في البدايه ديال هاد الحجر الصحي، راه الناس راه لا حول ولا قوه الا بالله، ما عندهم ما ياكلوا. وفعلا يعني هاد الحاله هذه، هاد الاوضاع ما خداتش بعين الاعتبار، يعني ما خداتش بعين الاعتبار، يعني الناس اللي خداو هاد القرار هما ناس اولا ماشي ناس، هما كاع ما يمكنش كاع نوصفوهم بناس ولا بالانسان، ولا هما دي ماشين، هادو الات، هادو اليات خداو واحد القرار ما خداوش بعين الاعتبار هادوك الناس اللي كيعيشوا الغداء على الله والعشاء على الله. منهم المتسولين مثلا اللي كيوقفوا قدام المقاهي ولا كيوقفوا قدام راك عارف يعني كيسعاو ولا في المطاعم، هاد الناس هادو كلهم مساكن يعني مشاو داتروا من الارض، يعني مشاو يعني اللي كينتحر كينتحر، واللي كيرمي راسه من السطوح راه كتشوف. اجي نوقفوا عند هذه القضيه ديال راه حوار عفوا اخويا الزريدي، انا كيعجبني بغينا نديروا هذه القضيه ديال البودكاست باش نوصل اكثر للناس. القضيه ديال الانتحار في المغرب شنو هي الاسباب ديالها؟ علاش بنادم كينتحر؟ تقدر تشرح لينا اخويا الزريدي؟ الاسباب احنا ذكرنا تقريبا كلها اللي يزيد اكثر، راه كاين المجاعه، كاين القهر، كاين في الحاله الطبيعيه، ما بالك هذه راه حاله حرب، هذاك هذه راه حاله حرب كنعيشوها كيعيشها الشعب المغربي، وهذه الوضعيه ما بغاوش يفهموها الناس، راه خصهم يعرفوا انهم كيعيشوا استعمار، هذا استعمار مباشر، والاستعمار الاستعمار القديم كان ارحم، هذه مسائل يعني معروفه. الناس اللي عاشوا الاجداد ديالنا اللي عاشوا مع فرنسا ولا مع اسبانيا
ما عاشوش في هذه الظروف هذه. رجع غير الانترنت وشوف الوثائق غادي تشوف كانت بيان سير الحرب وكانت المواجهات بين المناضلين وداك الشيء، ولكن مع ذلك كانت ظروف راك تشوف كاين صور وفي افلام في الفيديو. انا ما كانش هاد رانا حنا كنرجعوا باللور، هذا واقع، هذا كنرجعوا باللور. هذه القضيه ديال الاستعمار ارحم منكم كاين قالها واحد المناضل تماك في الناظور سميتو محمد الميلودي وعاودها حتى ناصر الزفزافي. اش تقدر تهضر لنا على هذه القضيه ديال بين قوسين راميد؟ واش كاين شي راميد ولا ما كاينش، ولا غير هضره وصافي داك الشيء زواق كيشوفوه الناس ولا كيعطيو الناس ديالهم؟ شنو كتقصد بهذا الراميد هذاك؟ بطاقه راميد ما نعرف كيعاونوا بها. وي وانا ما كان فهاد البطاقه راميد في الحقيقه ما عندي عليها حتى شي اخبار. انا اللي فهمته انه شي يمكن شي قانون خرجوا للمساعده، ولكن قال لك شاط الخير على زعير غادي يفرقوه في الزليف. واش هذاك صاحب الاسم بعدا ما عرفش واش سماوه على هذاك الوزير ولا بالضبط ولا لا 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 يا اخي واحد لاكارتو صافي كيعطيوها لدوك الاسر المعوزه، وخاصه الناس راه حتى التقاعد ما كيعطيوهم حتى التقاعد ديالهم. فهمت ولكن انا كنقصد لك الاسم ديال الراميد، لان الاخر كيحمل الاسم براميد، ربما يكون هو لا 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 علاقه لا علاقه لا علاقه له غريب لا علاقه له. هذا الاسم اللي اختاروا ليها غريب في حد ذاته، وكانوا من الاجدار منهم باش يسميوها الرماد على هذا الحساب. الزريدي قبل ما ندوزوا المرحلة الثانية، كاين بعض المحسنين وكاين بعض الناس كيديروا القفاف، واش انت تتفق مع هذه القضية باش تعطي القفاف ولا احسن ما تعطيش القفاف؟ المساعدات مثلا المساعدات الاجتماعية، واش غادي نقول لك الناس المحسنين اللي كيديروا داك الشيء من القلب ديالهم وما عندهم غرض لا في اهداف سياسية ولا غيمشي يتصور ولا شي حاجة؟ اللي يقدر يدير الخير يدير الخير، لان الناس راه في الحقيقة راهم في الحاجة. الناس راه ما عندهم ما ياكلوا، الناس راهم في واحد المأساة، اللي يقدر يساعد. اما باش يجي الواحد يعطي قفه ويبدا يتصور ويشوه الناس ويقول لها هذه قفه جايه من عند الله ومن عند صاحب المملكه الشريفه، قولي عاش الملك، هذه اهانه للمواطن واهانه للانسان، يعني ما تقبلها. وكاين حتى القضيه ديال استغلال الانتخابات، كاين بنادم مثلا في بعض المناطق كاين المرشحين ولا كذا السلطه كيعطيو الناس اللي كينتخبوا معاهم وكذا، الا كاين شي واحد مثلا ضد ديالهم كما قلتي في الحديث ديالنا في الاول بان الناس كيفسقوا على السلطه، راه ما غيعطيوهم والو لهذوك الناس. من طبيعة الحالة استغلال النفوذ واستغلال الأقارب وداك الشيء وباك صاحبي، هادشي جاري بالعمل. حتى هاد المساعدات بين مزدوجتين اللي خرجتها العصابة الملكية سوا ديزو تعاون بها الشعب، راه ما كتوصلش يعني الأهداف ديالها والناس اللي محتاجين، راه كيتجرؤوا فيها دوك الأعوان السلطة راه كتعرفهم المقدمين. وهادشي ديما هو هذه هي حاله المغرب من هذه شحال، وما عمرها غتبدل الا مع سقوط ذاك النظام الملكي. واخا الزريدي غادي نرجعوا للدياسبورا. الدياسبورا الوالدين ديالنا ولا الاجداد ديالنا ولا الناس اللي سبقونا هنايا 60 عام هما كيخلصوا التامين، كيخلصوا البنكات ديال الدوله، وكيخلصوا باش الجثمان ديالهم يرجعوا للبلاد، زائد واحد العمله الصعبه اللي دخلوا الملايير ديال الفلوس، وفي الاخر تصدموا منين جاوا يرجعوا الجثمان ديالهم وقال لهم بقاو تماك. تحدث لينا على هاد المغاربه العالقين مثلا في الحدود والناس اللي سدوا عليهم والناس اللي قالوا لهم ما تجيبوش الجثامين ديالهم. ومزيان هذاك باش يتعلموا ويا ريت ياخذوا الدرس من هاد التصرف اللي تصرف معاهم النظام، كيفاش نكرههم، كيفاش كاع الناس كاع الدول جابت الجاليات ديالها الا هذاك النظام هذاك، باش يبان باش لان هو كيحتقر المغاربه سواء كانوا في الخارج ولا في الداخل. اولا ما عندهمش الحق ينتخبوا، هذه هي الاولى. هو كيشوف فيهم غير العمله الصعبه، جيب الفلوس حطهم هنايا وسير بحالك، سير جيب عاوتاني فلوس اخرين. هاكا كيشوف هو في المغاربه. وهاد الناس هادو خصهم يفهموا، حتى حنا هاد الجاليه، حنا انا من الناس اللي كنا غالطين، انا من الناس اللي كنت غلط ودخلت يعني الفلوس ديالي لتما كاينه حاولنا نستثمروا، ولكن راه في راسك الخبار
راه سبق لينا تكلمنا على هذا الشيء. يا راه درنا انا وياك جوج الحوارات قبل وهذه ربما الحلقه. المهم المغاربه الرساله اللي نقدروا نوصلوا لهم بهذه الجاليه المغربيه انهم الا عندهم شي استثمار يديروه هنا ولادهم راه غيكبروا هنا ما غيكبروش ليه، وإلا عندهم شي استثمار ولا شي حاجه ولا شي توفير يديروه هنا. وحتى من ناحيه الدفن انا كنشوف هنايا الانسان اللي تدفن هنا الجثه ديالو او القبر ديالو راه محترم هنا اكثر من اللي، لان المقابر ديالو ما دوك الناس راه كتعرفها كي دايره الزبالات. زريد انت عفاك واحد النقطه هنا شنو وقع لهم، كانوا دائما دوك الناس المسؤولين ديال لي بانك يمشيو لعندهم الجوامع القنصليات كيعطوا واحد الصوره على البلاد، والناس المسؤولين على المساجد ولا الناس المسؤولين على الوداديات كانوا كيعطوا لهم واحد الصوره ورديه على الوطن. هاد الناس راه الناس المسؤوليين، الناس المسؤولين هنا ما داروا لا ماجازير مثلا اسلاميه، ما داروا مقابر اسلاميه، يعني ما بداوش هنا الجاليه. قلت واحد 60 عام من جات كورونا عرات على واحد الواقع، وقع واحد التصادم. بنادم احنا عندنا واحد القضيه واحد الكاركتر ان خصنا الوالد ديالنا غنديوه مثلا تدفن في البلاد، وواحد شويه كتقول له لا خليه تماك، ما قلتيلوش خليه مثلا في فريغو حتى تدوز هذا القضيه واحد شهرين ثلاث شهور وغادي نشوفوا هذا العام. يعني السلطه والدوله سدوا على هذه الجاليه اللي قلتي نتايا اللي هما واحد المده هما اللي طلعوا هذيك البلاد بالعمله الصعبه، لان ما عندناش مسؤولين، ما عندناش مسؤولين. غادي نهضروا تنعياو يعني المشاكل ديال هذا الشعب كلها اللي كتخبطوا فيها من أ حتى الزيت كلها هي كتلخص في عدم وجود مسؤول. ما عندناش مسؤول على راس القمه، يعني ما الحاكم عندنا السلطات كلها كتركز في الشخص اللي هو الديكتاتور محمد السادس، وهذا السيد هذا لا هو لا بوه لا جدو لا كل شيء. المهم هذه الفكره ديالي انا كنعطيها لك، تقدر تكون متفق معها تقدر ما تكونش، المهم انا كنشوف الاشياء بهذا الشيء هذا المنظور. هاد الناس هادو ما عندهمش ادنى وطنيه، ما عندهمش ادنى الناس من صالخين على الوطن، وما باغينش يخدموا الوطن. الهم الواحد ديالو هما يجمع الفلوس ويهربوها للخارج. هنا فين كتبقى لا 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 الإجابة على هذا الشيء كامل؟ ما عندهم غرض في ذاك البلاد، هما أعداء ديال المواطن المغربي. هذه هي الخلاصة. وكما كتشوف راه بزاف ديال الناس عالقين في الحدود، كاين الناس في المليليه كينعسوا في الزنقه، كانوا في خوزيرات، كاينين الناس كاين واحد التصفيات ديال الحسابات اخويا الزريدي، انا ما عرفتش بين هولندا والمغرب بحسب المشكل ديال الحراك والمشكل السياسي بين الخارجيه الهولنديه والمغربيه، كاينين بعض المغاربه او الريفيين العالقين مثلا في المغرب ما خلاوش يرجعوا لهولندا على سبيل المثال. هذا فيما يخص المشكل ديال المغاربه العالقين في الحدود. هو في الحقيقة أنا الفكرة ديالي أنو كانوا كاع هاد الناس كاع اللي هنايا كاملين يصيفطوهم له، وبالأخص هذوك العياشة، هذوك العياشة اللي جالسين هنا وكيقولوا عاش الملك وكيزوا الرايات ديك ديال اليوطي، هذوك خصهم يتعلموا. وراه مزيان لهم هاد الدرس هذا باش يتعلموا أن شنو هو الوطن الحقيقي ديالهم، واش اللي تاكلوا فيه الخبز ولا الاخر. هذا هو الفكره هذه هي الفكره ديالي انا كنظن. تفضل سمر اخويا الزريد. انا عطيتك الفكره وما كيهمش، يعني المهم كيبان لي انا هاد الناس هادو مزيان لهم المغاربه، مزيان لهم هاد لو شوك. هو لو شوك راه فيه واحد نفع كبير، تاد كورونا فيها واحد منفعه كبيره. يعني عبره ومنفعه وعرات على الواقع اللي كاين. عساكم تكرهوا شيئا وهو خير لكم. خويا الزريدي دابا هضرنا على المشكل ديال فين يدفنوا هنايا المغاربه، المشكل ديال المجازر، المشكل ديال بزاف ديال الحوايج. شنو تقدر تقول مثلا الجاليه اللي هنايا؟ انا نقدر نقول لهم قريو ولادكم، الحاجه الاولى هي قريو ولادكم. بالنسبه لي انت شنو تقدر تقول لهذه الجاليه؟ وبالاخص التربيه هي افضل من لكن كاين التربيه وكاين التعليم. التربيه هي الدرجه الاولى، التربيه هي الاخلاق. راه يقدر يكون ماتيماتيسيان، يقدر يكون اللي بغيت يكون، ولكن لما كانش عنده اخلاق راه ايفو ريان دي تو، راه ما كيسوى حتى شي حاجه. الا كتشوف مثلا هذوك الوزراء اللي عندنا راه ولا دوك النخبه ديال المغربيه راهما مثلا فيهم اوتور، كاين اللي كتلقاه طبيب وصل كوط، فهمتيني؟ لا وكتلقى يعني إمام
إمام هو ساقط بحال أغلب بدون أسماء. واخا طولنا شويه، كنا بغينا نديروا شي حاجه بودكاست اكثر، ولكن مازال ما ساليناش الهضره. كيفاش غنتعاملوا مع هذه المؤسسات البنكيه هنايا في دياسبورا ديال المغاربه؟ هادو خصهم يقاطعوها نهائيا. الا كتهضر على المؤسس ديال الابناك ديالو هو، لان هادو باش نحددوا راه ابناك ديالو، هادي خصها تقاطع نهائيا. راه الدول راه مش عرفتي شحال الدو ديال الفلوس اخويا الزريدي، راه الا تبعتي الحوار اللي كاين حاليا دابا ديال المشاكل ديال دياسبورا ما فهادشي ديال الدفن، راه الشركات ديال التامين اللي تابعين سواء المغرب الابناك ديال المغرب ولا الناس اللي استغلوا هنايا الضعف ديال الجاليه راه الملايين. المهم غادي ندوزوا لواحد الموضوع هو الاخر، غادي نهضروا على عصيد، وما بغيتش نسميه، ولكن غنهضروا على واحد النموذج بحال الشكل ديال العصيد كيجي لك بواحد الصوره حقوقيه او كيدافع على القضيه او على الهويه، ولكن هو كيخدم واحد الاجنده. شنو تقدر تقول لنا على هذا النموذج ديال هاد الناس؟ هذاك من الناس اللي انا كنعتبره خطير، لانه كما قلتي كيجيك بواحد الوجه انه تقدمي، انه منوار، انه يعني انسان ذكي وداك الشيء، ولكن كيجي كينتقد مثلا الاسلام بالاخص الاسلام، ولكن ما كيقول والو على الديانات الاخرى مثلا اليهوديه ولا المسيحيه وداك الشيء. هنا كيلتزم الصمت وكيبان لك بواحد الوجه يعني، وفي نفس الوقت ما كينتقدش امير المؤمنين بين مزدوجتي، هو داك الاسلام وداك التخلف اللي كتحاول توضحوا لينا نتايا، والخرافي الفكر الخرافي وداك الشيء. ملي شنو ما كتنتقد شيء، ديك مثلا ديك الممارسات ديال امير المؤمنين، داك الركوع، داك السجود، داك البوس ديال اليدين، داك التعسفات اللي كيمارسها على داك الشعب. من هذه الناحيه هو الملكيه ما كيقربش ليها، لان عنده الصالير ديالو. هذوك من الناس اللي كما كنقولوا بالعاميه بايعين الماتش، هذوك الناس كيخدموا النظام كلها، كيخدموا عن طريقه بن كيران، كيجي كيقول لك سيدنا جاي من عند الله بديك الطريقه الشعبويه ديالو، لان عنده حتى هو الكليان ديالو، والاخر كيجيك بطريقه اخرى مضاده لبن كيران، ولكن حتى هو في نفس الوقت ما تيخدموا بجوج، تيخدموا نفس السيد هو بطبيعه الحال كيخدموا النظام. هذا هو اللي نقدر نقول لك عليه. كلمه اخيره سيتان انتليكتويال مالونيت، يعني مثقف يعني ماشي شريف، يعني مزيف. هذه هي اللي نقول لك عليها. قبل ما نسالو، ولكن باختصار، انا وقع واحد كاين واحد لو كريتيك بينه وبين الفايد، ربما انا كنشوف كاع اللي عنده خلفيه اسلاميه، راه اخويا الزريدي راه كنعرف راه كاين شي حاجه، كاين ما هو ايديولوجي، ولكن باش كتعجبني انك كتهضر بالصدق، واخا كتختلف مع مثلا يمكن مع الاسلام السياسي ولكن شي حاجه، ولكن ملي كتشوف شي واحد كيخدم اجنده بحال الشكل ديال العصيد راه خاصنا نوقفوا ضده. واخا شفتي الكريتيك اللي كاين بين واحد بما يسمى الدكتور فايد وعاصد، ولا ما شفتيش؟ كاين واحد فايد ولا زايد؟ لا الفايد هذاك الدكتور. وي فهمت، كنسمع عليه الايام هذه. ياه، ولكن ما شفتش هذا الحوار، الا ضربيناتهم شي حوار ما شفتوش. يا كاين واحد يعني حوار جانبي ما كيخدمش باش انهم يخدموا الشعب والمسائل، هذا حقوقي ولا هذاك، راه ما كيخدموش الشعب. شي كلمه اخيره اخويا الزريدي؟ وما هادو كلهم وجوه كتخدم النظام، هذا هو اللي نقدر نقول لك وجوه. ولكن اليوم كما كنا كنقولوا من قبل، هاد الوسائل اللي كاينه اليوم متاحه لنا، اننا كنعريو الحقيقه ديالهم بالامكانيات اللي عندنا، ولو انها متواضعه هي بدات كتعطي النتائج ديالها. خاص غير الاستمرار، راه حتى حاجه ما ضاع لا حراك ولا والو، خاصنا التنوير والتوعيه، هذا هو العمل اللي خاصنا نقوموا عليه. وكما قلتي توتالور، هذوك الاطفال ديالنا الجيل اللي جاي خصو يتربى على 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 التوعيه والاخلاق، باش هادوك هما اللي غادي لا شك حنا غادي نحاولوا نقلبوا داك النظام قبل ما يكبروا الدراري. هذا هو الهدف ديالنا، ولكن الا ما استطعنا شيء المشعل غادي ندوزوا لهذا الجيل اللي جاي، وكنظن انا هو نظام الملكي انتهى بصفه نهائيه. واخا الزريدي شكرا لك بزاف، تحياتي والتحيه كاع الناس اللي كيستمعوا بودكاست سر بيد المقدمه، غادي يكونوا حلقات اخرى. تحياتي لكم، وتقدروا تسمعوا تحية، وغادي تقدروا تسمعوا لهذه الحلقة على جميع
موقع حراك الريف وعلى المواقع اللي فيهم لبنان.